صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حل موعدكم مع ايت سمارت واليوم معي رندا فهد. واليوم موضوعنا عن الواي بروتين. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ كثير منيحه. اكيد خبريتك كمان. اول شيء بحب اقول للمشاهدين مثل العاده فيهم تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك وتكونوا عم تتابعوني وتشوفوا اخباري اليوميه. استاف اليوم عندنا الخبريه العلاقه بالفلافونولز اللي نحن بنحكي عنهم دائما. مزبوط. بالتحديد دراسه انعملت على الكاكاو الكوكو باودر، وهون بدهم يشوفوا كانوا هل اذا الاشخاص هن عم يتناولوا فلافونولز اعطوهم كاكاو وقارنوهم بالاشخاص اللي شربون مشروب عادي ما في فلافونولز، شو هالتاثير؟ مشروب شو؟ شيء مثل بنقول بلاسيبو لنقول مي ولونه مثل لون الكاكاو، هن ما حاسين الفرق. فهون هل هالشيء بياثر على الدماغ؟ وين على الدماغ؟ درسوا انه هل هالاشخاص اللي اخذوا فلافونولز رح يكونوا اكثر اليرت، اكثر رح يستوعبوا الاشياء بسرعه، اما يكونوا عارفين شو في حواليهم بطريقه اسرع؟ طبعا الجواب كان ايه. هلا هون رح احكي انا على التفاصيل. الحلو بهالدراسة انه هي درست بس الاليرتنس، انه نحن كيف هيك نكون نستوعب الاشياء بسرعة. ثاني شغلة هالدراسة انعملت على اشخاص صغار بالعمر، فاذا هون انعملت بين 18 وال 40 سنة. ديجا الصغار يمكن ما عندهم بروبلم. هلا حلو كثير الجواب، لانه باخر الدراسة بيتبين، هون رح روح على الاخر كمان قبل ما ارجع للتفاصيل، الاشخاص اللي ما كان عندهم بروبلم اذا اعطيتيهم فلافونول زيادة اما لا they were okay. بس الاشخاص اللي هن وفي منهم كانوا يونغ اوكي وتاثروا كثير ايجابيا بالفلافونولز. فهول الاشخاص بعد ما هن شربوهم كاكاو شو عملوا؟ اعطوهم حطوا لهم كربون دايوكسيد اللي هو نحن بنتنشأه بنقول موجود بالهواء، وكتروا لهم اكثر مما بناخذ بالهواء، فهون اللي صار انه لازم يجي اكسجين يحل محلهم بالدماغ، فاللي اخذوا الفلافونولز دغري الاكسجين كان اسرع اجى حل محلهم، وقت حل محلهم الاكسجين الدماغ كان واعي اكثر والرت اكثر، فهون لازم ناكل شوكولا. لاحظوا قديش مهم هالفلافونولز، هيدا واحد، مشان هيك عم اقول لك انه لكثير من هالاشخاص، ولكن بعض منهم كان اوريدي الاكسجين كثير عالي عندهم بجسمه بطريقه اللي هي كثير مضبوطه فما تاثروا فيه. هلا الكاكاو كثير مهم، والكاكاو هو اهم من الشوكولا لانه لا فايت له سكر ولا فايت له حليب ولا فايت له هون الزبده. بس نحن بس بدنا نشرب كاكاو بدنا نزيد الاساس وما ما بتلغي هالشيء، اذا حطينا نحن حليب ما بيلغي الفلافونولز. هلا فلافونولز موجودين كمان بالشاي، هن موجودين بالعنب، موجودين بالاشياء الملونه بالبرز وبالدايما، اذا قلنا خضره فواكه ملونه رح تكونوا عم تلاقوا فيها فلافونولز، فخلينا نكون عم ناخذهم يوميا لانه هالشيء عن جد بيكون عم يعطينا alertness. ايه هيك بنحس حالنا. على بكره لازم نشرب كاكاو بدل القهوه. ايه مش غلط. او قهوه وكاكاو. هيدي انا. انا نرجع لموضوعنا عن الواي بروتين. اوكي هو مصل البروتين، مصل الحليب. مزبوط. فاذا الواي بروتين بدي احكي عن كذا شغله وعن شو هي الابحاث. دائما سؤالي هل هو بنساله منيح اما منه منيح، خاصه للي بيعملوا كثير سبور. على اكيد. فاذا الواي بروتين بالاصل نحن بالحليب في عندنا مصل الحليب بنقول له واي، فبالحليب في عندنا الواي والكازيين هن بروتينات الحليب، وقتها نحن نكون عم نجبن هالحليب عم نعمله جبنه بضل فيها الكازيين بيطلع الواي لبرا، فهيدا هو المصل اللي هو مصل الحليب اللي هو الواي، بيرجع بعدين بشيلوه بيعملوه باودر، زمان كان ينكب واللي هو هالقد غني بالمواد الغذائيه، صار ينعمل باودر وهيدا الواي، ولكن مش كل الواي اللي بنشوفه ستيفاني بالسوق هو من مصل الحليب، في عندنا واي بروتين هلا معمول من البازيلا، في عندنا لان خصوصا للفيجنز اللي ما بدهم ياخذوا ابدا حليب، وخصوصا للي بيتضايقوا منه، هلا رح احكي كمان لاكتوز انتولرنت بيبل. في عنا معمول من الصويا، وفي منا عنا واي حتى بتشوفوا بقلبه معمول من الاشياء النباتيه، وبيدخل منا البروتينات القليله اللي هي موجوده بالبطاطا وبالرز الاسمر، يعني حتى رح نشوفه منوع هلا للواي.
كثير مهم نحن وقت نشتري، اللي بده يشتري علبة الواي يكون عم يقرأ بقلبها ليعرف من شو معمول هالواي، ولينتبه انه اذا في كثير اضافات هيدا واي نحن ما بدنا اياه. طيب الواي بروتين عم نشتري علب، اوكي؟ اول شيء بدي اقول لكم هو منه اف دي اي ابروفد اجمالا. كان بدي اقول لك شو دويس تراست، يعني ما بنعرف شو فيه بالعلبه. فاذا هن الاف دي اي بيقولوا لهم للشرك انتم مسؤوليتكم انه تحطوا وتكونوا عم تحكوا بصراحه. وهون مشان هيك ستيفاني وقت واحد بده يختار، ساعتها بده يختار الشركه اللي هي شركه بنقول انه كثير مرتبه لنقول وواثقين منها، هذا واحد. اوكي، هلا الشغله الثانيه شو بخوف 100%. الشغله الثانيه دراسات كثير هلا انعملت، هل في توكسينز مواد معقول تكون سامه موجوده بقلب هالواي العلب اللي عم ناخذها؟ والدراسات انعملوا على 130 نوع توكسين. وقت اقول توكسين يعني بنقول اذا فيها رصاص، اذا فيها زئبق، اذا فيها الكادميوم، كل هالاشياء اللي هي البيستيسايدز اللي بينحكى عنهم هل هن موجودين. وفي عنا بشرك يعني كانت معروفه طلع في بقلبهم تقريبا 42 نوع من التوكسينز موجودين. هلا التوكسينز خصوصا اذا كانت عم تتاخذ نباتيه، لانه هيدا التوكسين اوريدي هو موجود بقلب التربه بيكون، فاني مش انه يعني هي موجوده او بسقايه او بالتربه، اما هيك فاوقات فيها تكون عم تتجمع. هي كمان شغله بدنا نكون عم ننتبه لها. قلت انا بدي بلش لنبه لهالاشياء، فاذا هول شغلتين. هلا من هون بدي كمان احكي، عم بحكي بوزيتيف نيجاتيف، بس انا لانه عم ضوي كل الاضويه على الواي بروتين. الواي بروتين نحن هون عم ناخده ليش؟ لانه هو مركز بالبروتينات وفي كل الامينو اسيدز، الاسيد الاميني اللي الشخص بيحتاجه الاسينشال. هلا مين عم ياخذ واي بروتين؟ واي بروتين بنسمع الرياضيين بياخذوه، هلا رح نحكي منيح ما منيح وقديش. بنسمع اوقات اشخاص هن عندهم ضعاف كثير وابدا ما بيقدروا ياكلوا، عندهم مرض معين، يمكن كانسر، يمكن اشياء تانية ما بتخليهم يقدروا ياكلوا ابدا، كمان بيعطوهم هالواي بروتين. فاذا هول اشخاص، في ناس بياخذوه لينقصوا وزنهم، في ناس بياخذوه لانه سامعين اما قاريين انه هو بيشتغل بنقص كوليسترول، بيوطي الضغط، بيوطي السكر. هلا يعني عاملين سليف كمان لما ما يقدروا ياكلوا كثير 100%. كمان هون فاذا هول اشخاص بياخذوه. هلا كمان لانه في دراسات طلعت انه هو منيح للجلده، منيح كرمال السوريسز الصدفيه، في دراسات بينت انه هو منيح لجهاز المناعه. طيب هول كلهم دراسات، بس هول دراسات منا كلها 100% موافق عليها، اما دراسات شامله، فيها تكون دراسه وحده، فيها تكون دراستين. فاذا نحن هون شو هو المؤكد بالبروتين، الواي بروتين؟ المؤكد بالواي بروتين انه هو بيساعد يعمل ريكفري للعضل تبعولنا. فاذا الاشخاص اللي هن عم يعملوا تريننج، اذا كان تريننج بحمل الاثقال او اذا كان تريننج اللي هو كارديو تريننج بس هو كثير قوي، العضل عندهم الخلايا العضليه رح تكون عم تتعب. نحن هدفنا انه ما تكون عم تتعب، لانه الهدف هو كمان واحد يربي عضل هون. فحتى هي ما تتعب الواي بروتين بيساعدها ما تتعب، بيساعدها تو ريكفر، هيدا على الاكيد. طيب نحن امتى بدنا ناخذ الواي بروتين؟ بده يتاخذ بخلال ساعه من الرياضه، يعني في ناس بياخذوا قبل بساعه، في ناس بعد بساعه. بتشوفوا اكثريتكم تاخذوه بعد بساعه، لانه هو اجمالا الواي بينحط بحليب اما بالعصير الى اخره. فالقبلة يمكن شوي في ناس بيتضايقوا اذا قبل، لانه في ليكويد معه سائل، مشان هيك بينعطى بعدها، ولكن هو بينفع بخلال ساعه. بس في ناس بياخذوه بدل الاكل كمان. نعم. هلا اذا الانسان عامل كالكوليشن مزبوط مع اخصائيه التغذيه قديش هو بحاجه لياخذ بروتينات، وعم ياخذهم هالبروتينات منه بحاجه لياخذ واي. فاذا بروتينات من الاكل، من الاكل، فساعتها منه بحاجه لياخذ واي. اذا في اشخاص ما خلصوا التريننج وما قادرين يروحوا على البيت لياخذوا هالبروتينات، ما نحن بخلال ساعه لازم نكون عم ناخذ بروتين وقتها فيهم، ساعتها هون بيكونوا عم ياخذوه.
بس من وقت لوقت قصدك؟ لا هلا لنحكي باردون اذا من وقت لوقت، اما لا هلا اللي عم ياخده هو عم ياخده ستدي يعني سري. فاذا هون هيدا اللي بدي اقوله انه هل انتم عم تاخذوا ليربي عضلكم؟ دراسات عم تقول انه هو ما بيربي العضل ولكن بيساعد الريكفري حتى العضل ما يتعب. مشان هيك اللي عم يربي عضلكم بالنتيجه هو الرياضه وتناول الاكل الجيد، وبيرجع بيجي عندنا الواي بروتين، هيدا بيكون عندنا سبورت لنا حتى العضل ما يتعب. هلا كمان الدراسات بتبين انه هو فيك يكون كثير سبورت على اول 6 اشهر مما الانسان بلش يعمل الرياضه، ولكن من بعدها ما بعد كثير بينفع. فكمان هون اللي عم تقولي اذا هيك في واحد اللي اخذه ياخذه سري، بس الا ما مصبور. لازم يرتاح منه فتره يرجع ياخذه اذا عم تاخذوه. واذا عم تاخذوه انتم بدكم تنتبهوا للتوكسيك ليفل تبعه له توكسين، اما لا كمان بدنا ننتبه الاشخاص اللي هن عندهم مشاكل بالكلاوي. كلاوي كم بدي اسالك هذا السؤال. هول اشخاص على الاكيد ما لازم ياخذوه لانه ما فينا هالقد نحط تقل كونسنتريشن بالبروتين على الكلوي. اوكي فاذا هون هالخيار. هلا هل نحن هل هو عم ينعطى؟ انتم بتفوتوا على المستشفى او ما بتروحوا عند الطبيب بقول لكم خذوا واي اذا لتكونوا عم تصحوا اما يكون عم يقويكم من يعني للاميونيتي للمناعه تبعولكم، بعد هيدي ما عم ينشغل فيها. هل هو عم نعطيه ليوطي الكوليسترول؟ في دراسات بس لانه منا ثابته 100% مش عم ينعطى بهالطريقه الواي بروتين. انا برجع بقول واي بروتين از سبلمنت، مين هو اللي عم ياخده؟ اللي ما عم يقدر ياكل كميه البروتين الكافيه بنهاره، اللي ما عنده وقت يحضر، اللي ما عنده الميزه حد ما بعرف لعده اسباب، اللي بعجقه منه عم يروح على البيت. فاذا هيدا الشخص هو فيه ينتبه لاي نوع بروتين وياخده واي بروتين. هلا من هون كمان شغله بدي اقولها كثير مهمه، انه في عنا عده انواع من الواي بروتين. اول شيء قلنا النباتي اما الحيواني بس، ولكن تسمعوا انه في عنا الواي كونسنتريت وفي عنا الايزوليت وهيدروليزيت. الكونسنتريت هو مركز بالبروتين ولكن هيدا بيحتوي كمان دهن وبيحتوي كمان نشويات. هون انا الكونسنتريت اذا شخص بده كمان يعبي حاله وزن عنده أوكي. وزن ناقص بنعطى الكونسنتريت. اوكي الايزوليت هو شايلين بروتين لحاله، فانتم هون ما بتكونوا عم تاخذوا الدهن وما بتكونوا عم تاخذوا سكر. هيدا للشخص اللي هو عم يعمل ريجيم بده يكون عم يضعف وعم يكون عم يعمل عضل من خلال الرياضه وما بده العضل يتعب. هلا الهيدروليزيت شو الفرق بيناتهم؟ الفرق انه هو بنقول له بري دايجستد، يعني مساعدينه كانه ليهضم قبل ما نحن نهضمه بجسمنا. اوكي. فهيدا الجسم بيستعمله اسرع لانه هو بري دايجستد مهضم قبل، وهيدا اللي عنده مشاكل باللاكتوز هو بده ياخذه من الحليب يعني الواي من الحليب بيكون اوريدي بري دايجستد فما بيقعد عنده مشاكل النفخه والى اخره. أوكي. ولكن الهيدروليزيت هو اغلى نوع اللي بياخذوا واي بيعرفوا، عشان هيك هو كمان ما كثير بيتاخد انليس حدا انه مقرر انه يدفع حقه هالقد. مشان هيك معظم الاشخاص بياخذوا الايزوليت لانه معظم الاشخاص اللي بعرفهم بياخذوا واي بروتين هن ما بيكونوا بدهم ينصحوا كمان سو بيكون ما في الدهنيات والسكر. من عدا انه اوقات يمكن عندنا الايزوليت ومقررين بالشركه يزيدوا له سكر ويزيدوا له خبار، سو بليز بليز لنكون عم نقرا الليبل لنعرف نحن شو عم ناخذ. كمان شغله الواي طبعا نحن عم ناخذه كرمال الاسيد الامين الكامل، وهيدا الواي بروتين السكوب فيها تعطي 10 حسب نوع الواي من 10 20 جرام من البروتينات، وهي كميه عاليه اوقات بوقعت اكل واحد ما بيقدر يوصل له. مشان هيك ستيفاني برجع بقول الاشخاص بيكونوا عم ياخذوا الواي بروتين. فاذا هو بيحتوي هالقد من البروتين. هلا انت ضد ولا مع ولا ضد بالاخير؟ انا بقول انه في ناس بتحتاجه بده واحد يعرف هل انا محتاجه اما لا. انا بقول انه فينا نستغني عنه اوكي، وانا بقول لهم للاشخاص انتم عم تاخذوه كرمال الريكفري مش كرمال هو يعملكم عذر. انت كيف بتصفي او ما بتصفي؟
اوكي، انا ما بيجي شخص وبوصفه، بس اذا شخص اجى وعم ياخده انا بتحدث معه لاعرف اذا بوافق اما لا. فايه في اشخاص بوافق انه يكونوا عم ياخذوه، وفي اشخاص بنصحهم انه يكونوا عم يوقفوا. كنا عم نشوف شو هو اللي هن عم ياخذوه، ساعتها كمان بنقرر اذا اللي عم ياخذوه هو مزبوط اما لا. بس انا اذا بتجي لعندي ما راح اقول لك خدي واي بروتين، راح اقول لك كيف بدك تكوني عم تاكلي الطريقه المضبوطه لتكوني عم تاخذي الكميه اللي انت بتاخديها، مثل ما كانه عم تاخذي واي بروتين. بس كرمال السبور بالسبور مزبوط، وما بوصفه لاشياء ثانيه. حتى في عنا شيء اللي هو مثل الواي، ولكن انا وقت احكي على الاشخاص اللي بدهم يزيدوا بالوزن، اللي بده يزيدوا بالوزن فيهم ياخذوا الواي، ولكن كمان في اشياء بتقدر تزيد بالوزن اللي هي انواع ثانيه بتحتوي على البروتينات الدهنيات السكاكر اللي هي كمان الانسان بحاجه لها. وبعدين برجع بعطي الخيار للاشخاص. ثانك يو رندا على المعلومات. هاف ا نايس ويكند. مشاهدينا وقفه وبتكونوا مع كيدز اند فان.